ستي طبخة طبخة وست طبخات بطبخة، بتقدر ستك تطبخ طبخة وست طبخات بطبخة زي ما ستي طبخة طبخة وست طبخات بطبخة، بتقدر ستك تطبخ طبخة وست طبخات بطبخة زي ست النكهات أحلى ستات كل يوم طبخة عست النكهات. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ست النكهات. اليوم معنا كالعادة متسابقتين بهاي المرحلة، ورح يكونوا هم رفيدة وآلاء، وبالإضافة لكمان عندنا ضيف مميز. طبعاً الضيف مميز متألق جداً، وهو مغني ومطرب أردني محمد رمضان. نحب نرحب فيه. أهلا وسهلا استوديو الفنان محمد. يسعد مساكم. يسعد هالمساء. كيف حالك؟ شرفتنا محمد. شو أخبارك؟ الله يسعدك. الله يخليك. كيف تيمور؟ شو أخبارك وياك؟ حبيبي تمام. ذبحنا يا زلمة بكربان، ذبحنا. الله يسعدك تيمور. هيك صوتك رائع وما شاء الله عنك. كلك ذوق حبيبي. جميل. طيب خلينا نتعرف على المتسابقات اليوم. معنا آلاء أمين ورفيدة رضوان، تفضلوا. أهلا وسهلا. أهلين. تاني دخلي على المطبخ أسهل؟ آه إن شاء الله أسهل. إن شاء الله أسهل. رفيدة؟ إن شاء الله. الله يسعدكم. صبايا إحنا طبعاً وصلنا لهاي المرحلة، عم نختار بالمرحلة الثانية طبق رئيسي، والطبق الرئيسي بده يكون معاه طبقين جانبيين. طبقنا الرئيسي لليوم هو مسخن، مسخن الدجاج. مسخن مسخن بدنا. يعني بدنا مسخن. كويس. عشان هيك رح يكون معكو من الهلأ دقيقتين تدخلوا على كنور. خزائن كنور حتى تجمعوا البرودكت اللي انتوا رح تحتاجوهم لأطباق. تفضلوا. تفضلوا صبايا. صبايا شدوا حيلكم، ما تنسوا انه معاكم بس دقيقتين وصار مارق منهم دقيقة، فضل معاكم دقيقة واحدة لحتى تاخذوا باقي المقادير. وبدنا نذكركم انه وقت الطبخ رح يكون ساعة كاملة. يلا يا ست لا وست رفيدة أسرع شوي من هيك. 10 ثواني صبايا. طيب 9 8 أسرع أسرع أسرع. 7 6 5 4 3 2 1 ستوب ستوب. فظيع. برافو. طيب. يعطيكم ألف عافية. بدنا نطلب منك آلاء ورفيدة إنكم تفرجونا المقادير اللي نقيتوهم وتحكوا لنا شو الأطباق الجانبية رح تعملوها كمان. رح نبلش رح من عند آلاء هلا. تمام. أخذت الدجاج طبعاً عشان المسخن، والبصل والسماق أكيد، وبدي أحط شوي كمون وشوي بهار مشكل، ولسلق الدجاج طبعاً اللي بهار الخشن، وبدي أعمل لأنه كتير بتلبق الفريكة يعني مع مع المسخن معروفة، بدي أعمل سلطة فريكة بالشوربة، يعني إشي مش تقليدي. سلطة الفريكة. سلطة الفريكة. وإيش كمان معها رح يكون؟ وبدي أعمل حمص الشمندر. يا سلام. حمص الشمندر يعني مسخن سلطة الفريكة حمص الشمندر. برافو. طيب رفايدة من عندك تتعرف على المواد اللي جبتيها لطبق اليوم. جبت الدجاج والبصل والخبز مشان المسخن، ولوز طبعاً وسماق. جبت بدي أعمل شربة بروكلي. جبت بروكلي مع بصل توم، وبدي أعمل سلطة فلاحية. جبت بندورة ونعناع وفلفل حار وبصل أخضر وبهارات، طبعاً بهارات حب لسلق الدجاج، وبهارات مطحونة كمون وفلفل أسود. فإذاً رفيد رح تكون طبقك سلطة الفلاحية، والطبق الثاني شو؟ شربة بروكلي. شوربة البروكلي. إذن صبايا زي ما حكينا انتهوا الدقيقتين، نقيتوا أغراضكم، معاكم بالضبط ساعة كاملة لحتى. بس شيف ديما حابين نذكر أنه كمان رح يكون زي ما بيحكي الشيف تيمور دائما. لازم تعرفوا أنه بالمرحلة الثانية إحنا زدنا ضيف، صرنا 7 أشخاص. يس. فبدكم تحسبوا حسابكم تعملوا 7 أطباق رئيسية وطبقين جانبيات برضو لـ 7 أشخاص. اتفقنا. وخلال الساعة مع السكب، يعني الساعة رح تكون شامل السكب، فركزوا أنتوا بدعتوا وصلتوا مرحلة ثانية، ورجونا مهاراتكم. يلا صبايا تفضل. طبختنا اليوم مسخن، كيف رح يعملوها الصبايا وهل رح يزبطوها؟ خليكم معنا بعد الفاصل. ست النكهات أحلى ستات.
اهلا وسهلا محمد، كيف حالك؟ اهلا وسهلا فيك ديما، شرفتنا اكيد يا محمد. احنا طبعا نفتخر فيك كصوت اردني مميز اثبت حالك خلال هاي السنين. بس اذا بدنا نحكي شوي عن يعني خلينا نقول انك كيف، مش ما بدي اقول زحت عن لاين الغنى، ولكن اتجهت شوي للتقديم. هلا هو هذا لا يتعارض مع هذا، لا يتعارض اكيد نهائيا. شو اللي خلاك تجرب او تخوض هاي التجربه؟ يعني بتهيألي انا الفنان حلو انه يجرب كل شيء، تمام. يعني انا يعني العرض علي مثلا شغلات تمثيل، لما يكون في شيء انا بحس انه حقدر اني اكون صح فيه راح اعمله، ما حول. فانا يعني مع انه البني ادم يجرب اي شيء بالدنيا مو غلط، بيزيد للخبره اكثر طبعا. وبعدين الواحد يمكن اللي عنده شويه خبره مع الكاميرا بيقدر يدبر حاله فيه، بتحس باي محل اكيد صح. انه بضل توتر انه انا مقدم برنامج مش ضيف، يعني انا هلا عم بجاوب على اسئله بالبرنامج بدي اكون اسال وافكر وعم بسمع شو عم بيحكي الشخص اللي قدامه، هيك فهي مش شغله سهله اكيد كمان، ولكن لا تتعارض مع الفن. انا كفنان لازلت فنان راح اضل يعني ان شاء الله. هلا شيف لافي راح يبلش فيك اسئله. ايوه شيف لافي صاير صاير متعلق ومقدم برنامج حواري، برنامج حواري بس هيك زي الديزا، اعطيه شويه وقت ليه ما بعدين بلش بطريقه كلامه. شيف تيمور، شيف ديما، يعني خلاني هيك افكر بسؤال. هلا يعني انت لقيت حالك بالتقديم اكثر من الغناء ولا لا؟ لا ما مش 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 هيك الموضوع. انا فنان بغني تمام، تقديم تمثيل اي شيء هذا شغلات فرعيه، إضافية. انا ما بعتبرها اضافيه، لا تعتبر هي الرئيسيه ولا بديله عن الفن. هذا صح انك ما تنساش الاساس اصلا. لا لا خلص يعني انا اكيد لا، هو ما بيصير ينسى لانه هو يعني الشيء اللي عرف وابدع لا اللي هو يعني ببرز فيه وعنده الموهبه القويه فيه. صحيح. يعني صحيح. ما هو مش اي حدا كمان سوري يعني بغني يعني صدقتي. فلما يكون واحد متميز او مثلا خلينا نحكي مطرب، ما بدي احكي مغني، انا مطرب او كذا، بيكون يعني متميز بهذا اللاين، حرام انه يطلع عنه او يبتعد عنه. طب كيفك انت والمسخن؟ انا بحب، انا درسي طيب بحب الاكل، يعني ما عندي مشكله ولا مع اي صنف بالدنيا كيف؟ بحب الاكل. طب بتحب التقليدي اكثر ولا الاشياء الجديده، ولا كيف بتحب عاده الاكل؟ حسب الجو، حسب الوين امتى اي وقت. كل شيء له حلاوته وله وقته، وبحب كل الانواع، انا ما عندي مشكله. بكره الطبخه واحده، مش بكرهها بس مش كثير بحبها، يعني فاصوليا خضراء ما مش صعبه كثير. مش صعبه انت؟ لا البيضه لذيذه، بحبها لذيذه خلاص ممتاز. بس الخضراء لا، بدي يعني الطبخ شيء حبكت والملفوف هذول التنتين ملفوف بس يعني بتاكلهم لو كان باكلهم عادي، بس انه مش يعني ما بهواهم يعني. لا الملفوف بتحبوه ولا بتحبوش؟ لا زعلت الشيف لافي، زعلتنا. ليش ليه؟ انا بعشق وعشق بالله ارضاء الناس غايه لا تدرك يعني. انا مخليه يدور لنا طيب، يعمل لنا ملفوف ويندوه بركي. غيرت رايي، غير رايي اصلا. هو سبب نجاح انا كبيري كاسه شاي بس كبير ولا ايش ثاني. مره تغربت انا، قعدت 6 شهور حكيت مع امي اسالها كيف ممكن اعمل صحن بيض مقلي، اقسم بالله والله العظيم رحت اشتريت قلاي واشتريت زيت، وانا ما بعرف انه عادي بزيت المازولا، فكر لازم زيت زيتون، مش بعرفني. فطلع انه عادي اي زيت تمام. اي زيت قليت وطلع ايش بني ولا اليوم مش عم شكله محمس زيت كثير. طيب من اكلات الوالده، اكلاتك المفضله ايش؟ هلا زي اي حدا بحب المشاوي مثلا، اي شيء جريلد انا بحبه يعني. ملوخيه مع ليمون، ايوه شبل الفلفل يكون مقلي او مشوي، يكون هيك محمش وفلفل معلم ورز بالشعير. ورز ابيض انا بحب ابيض والله. طيب انت هون ذبحت منسف اوكي اكيد تحيه للمنسف. طب انا زي تيمور كني بحكي بمشاعري زيه. لا واضح مشاعر انت وصلت لنا المشاعر اصلا بال انا جوعان هلا مش عارف. طيب ان شاء الله الصبايا يكونوا يلا يا رب. هلا شوف انت بتقلت لي انك سافرت برا، غربت ما بعرف دوله اوروبيه عربيه، بس كيف كانت تجربتك بالاكل هناك؟ هل انك كنت مرتاح بطبيعه الاكل؟ وين كنت؟ وشو هلا رحت كثير سافرت بلاد انا، بس الفتره اللي طولت فيها كانت بامريكا. اوكي طلعت عيني من البيتزا البرجر اللي مش عارف، طلعت عيني تعبت يعني. كان بالنسبه لي انا اي شيء فيه رز. كنت تروح على محلات عربية أو تحاول؟ كنت أروح بس يعني مش الأكل هناك مش زي عنا، مش مقارنة يعني. لا 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 يعني حتى عندنا بتحس الأكل أدسم أكيد يعني. هي كمان كمان طبيعة أكلنا إحنا اللمة كمان، هذه تلعب دور كتير كبير يعني. طبعاً تلعب كل لحالك قاعد هناك إن شاء الله متعبة جداً.
محمد تعال معي على المطبخ نشوف الصبايا وين وصلوا انا وياك. تفضل من عندي عشان حسن من هون. خلينا نشوف البطل ما بتصور وهي بتنزل على البارد نستريح. آلاء نشوف آلاء شو عم تعمل، كيفك ان شاء الله احسن؟ منيحه. اوكي عم نفرم البصل والجاج نزلتيه على المي عشان تسلقيه. كثير سخن. اوكي مش مشكله شوي شوي. ريحه شيء زاكي. وهي الفريكه صح؟ هاي الفريكه مش عاديه. لا هاي فريكه مدخنه. فريكه مدخنه صح؟ أيوة. الفريكه اللي مدخنه في ريحه شيء مدخن صحيح. طيب محمد بيحب المسخن كثير. هيني عم بقول لك يلا مش يعني يعني كم نرغيف بدك يعني؟ معقول انتو كرمك. يلا نشوف كمان رفيدة شو اخبارك طمنينا. هي ركبت الدجاج بقطع البصل. اوكي ركب رح تقلي اول شيء الدجاج بعدين تسلقيه صح؟ عشان بيعطي نكهة اسكى. يعطيك العافية رفيدة. هلا وبعدين في خطوة ثانية فرن؟ بدي احطه بالفرن. اوكي بس يجهز البصل. حلو حلو هاي البصل شغالة. يلا افرموا بصل. افرموا بصل. يعطيكم العافية. اتعلم منك درس شو بيما. قولي هلا الدجاج كيف بنعمل؟ طب تعال نقعد يلا. عشان نحكي انا وياك عن الدجاج كيف بنعمل. يلا ما هو حسب الوصفه قصدك كيف بتنظف مثلا كيف لا بنعمل. لا يعني بدايه الطبخ لازم ينسلق اول ولا خليني احكي لك. قلب مع بصل بس تيموري قوم من محلي. يلا مشاغب يا تيموري بيلعبوا اكس او قاعدين. طيب اوكي هلا بالنسبه للدجاج سالني محمد انه كيف بنطبخ الدجاج. انا هو حسب الوصفه يعني مثلا هون عندك آلاء عم تسلقه وبعدين رح تشويه. رفيدة استخدمت ميثود تاني او طريقة طبخ تاني برضه حلوة اللي هي بتقلي الدجاج بعدين بتسلقه بعدين رح تشويه. فانت عادة لما بنحمر الدجاج او بدك تعمل مرقة دجاج في ناس بدوها من الصفر بحطوا الدجاج مع المرقة وهي باردة يعني والمطيبات، في ناس بحبوا انهم يقلوه اول بعدين يسلقوه بيعطي نكهة كمان. فمختلفتين الطريقتين بس اكيد التمكين يعني مثلا باند كل الطرق تؤدي لروما زي ما بيقولوها بس انه بستايل وهيك. بس انا بدي اسالك هلا يعني كيف تاثرت ومتى تاثرت بالغناء؟ شو اللي بدايتي يعني خلينا نحكي بدايتي يا صديقي كانت قبل الوعي. كيف يعني؟ يعني انا ما بعرف انه انا عم بعمل هيك. انحكى لي انه انا لما كان عمري سنتين ونص سنتين وثلاث شهور شيء زي هيك. هاي القصه معروفه انا بحكيها دائما يعني كنت اغني مرتي حلوه والله مع الجرن تبع التوم هاي الايد والله احكي فيها وبتذكر ريحتها لليوم بتعرف ان التوم عم بغني وهيك واحييهم بالاخر طولي شبرين كان ما شاء الله. طبعا مش الصوت اللي يعني ولد صغير بس انه خلص الهوايه موجوده والموهبه كانت في بدري يعني بدها صقل خير صقل صحيح. بلشت مع المدرسه اكتشفوني مثلا برحله كنا طالعين برحله كنت عم بغني بباص المس قالت لي شو هذا تعالوا على جنبي قعدنا غني لي كذا غني لي كذا عملت حفله ومرة يعني بعت تكتات يعني مثل الباص برضه في لها فضل اكتشفتك والله والله هي لازم تدور عليها هلا شوف طبعا الاهل من الاول فاهمين الشيء يعني اي دعايه على التلفزيون كنت احفظها عن غيب احلى دائما طول النهار اغنيها وعلى كيفك صباح فخري بالسياره مع الوالد اكيد وديع الصافي. طب حدا من اهلك بالفن؟ لا ابدا نهائيا. ولا عندكم اصوات في العيله؟ اصوات في يعني اخواني اصواتهم حلوه على فكره اخواني الشباب يعني خالد وفارس صوتهم حلو وبغنوا بس انه يعني ما في حدا بالعيله دخل المجال يعني غيري. حلو حلو بس انا بدي اسال يعني هلا مين كمطربين يعني مطربيننا الكبار يعني اللي انت تاثرت فيهم؟ هلا الاسماء اللي انا والجيل اللي قبلي واللي قبل تعلمنا منهم تعلمنا منهم نفس الاسماء اللي هي مدارس المتعدده في عالم الغناء ام كلثوم عبد الحليم بس اللي انت تاثرت فيه بشكل مباشر لانه كان اهلي يسمعوا كثير وديع الصافي صباح فخري ام كلثوم عبد الحليم فانا متاثر بهدول الكبار. هلا بالكلمات والالحان نعرف انه اكيد في ملحن ويكون كاتب وكله بس قد ايه حالتك بتنعكس على الاغنيه ولا هي بس ولا هو بس اداء بيكون لا صراحه طبعا لا طبعا لا هلا اذا كانت الكلمات والالحان من المطرب نفسه هذا انت دخلتي بعالم تاني. يعني اعرفي انه هذا الزلمه تعب كثير وعانى القصه الموجوده هاي عناها حرفيا وكذا. انا ما عانيت ولا واحده من اغانيه ولكن كانت في حالات معينه عند الشعراء والملحنين اللي عملوا لي اغاني شو حلو
استغليت هاي الحاله انا بانه اخليه يعمل اغنيه بنفس حالته. كل شيء نصيب لها حكايه مع الفنان وائل الشرقاوي وجيله تحيه. حكايه سافر قعد على شط البحر كتبها ولحنها ورجع حكى معي قال لي يلا تعال. لا يس هذا اللي صار. صار مارق نص الوقت والصبايا لسه عم بيقطعوا بالخضار. خلينا نشوف إذا رح يلحقوا بعد الفاصل. ست النكهات أحلى ستات. أحد النكهات المضافة لهذا الموسم هو جاكيت الشفلافي. عامل أكمل جاكيت. بضل جاكيت يا أبو تيمور مضلش فيه ولا زربه. أحب أتغزل فيك شيف. أحب أتغزل فيك. هلا بننزع مطبخ أنا وياك نأخذنا لف ونورج الجاكيت. طيب سؤال، أنت حكيت أنك تحب جميع أنواع الأكل، ما عندك مشكلة أو عندك مشكلة بطبقين؟ عمرك مقلبت طبخة؟ بمعنى معنى حدا يعني حدا مطعم اكلت اكل غريب وانت مسافر؟ اكل غريب وانت مسافر مقلبت فيها مثلا؟ بصراحه فرنسا اكلت شغلات لليوم انا مش عارف شو هي شغلات هيك يعني خلص الناس عم تطبخ والناس جوعانه خلينا جوعانين نفسنا. طب هل تعتبر انت انسان جريء بالاكل يعني مثلا بتجرب اشياء جديده بتقبل ما تجرب اشياء جديده؟ اكلت شغلات كثير يعني صعب يخطر على بالك. طب محمد ايش بدك تسمعنا؟ ايش بدكم اسمعكم؟ على زواج. اعطينا ايش اكثر شيء انت كنت تحب تغنيه مثلا بفتره بدايتك؟ يعني ايش اكثر اغنيه كنت تحب انت تغنيها مثلا؟ تغنيها كل محل. هو موال كنت دائما اغنيه. هو عجوع صعب بس بدي اغني. قاصد حماكم انا بالخير يا جيران عالصوت حادي حدا حبيت نغمات وف تاري العدا نحكن وبحيكن عمران والليل باهي القمر حلوين نسماتو اوف تمنيت طول العمر اسمع حدا العربان ويلي عربان محسوبكم لو حكي من القلب كلمته خوف ما شاء الله براو. ما شاء الله ما شاء الله معلم المسخن حيطلع غير شكل هذا الغناء تاعك يا صبايا طيب. المسخن لازم يطلع غير شكل بعد هذا الموال جوعت بعد الموال بالله عليكم خلينا ننزل على المطبخ نتفرج يلا ننزل على المطبخ نطمن على الصبايا نطمن على الصبايا بس بدون نطمن على بدون ايش حبيبتي يا سلام شو هاد دبس رمان ولا ايش دبس رمان وشوي عسل يلا دقيقه هلا بنجيك بس عشان ايش بدي وقتك السلام عليكم السلام عليكم يا سلام بصل جاهز بندوره سلطه الفلاحيه نعم والله حلو حلو كثير ترتيب ايش في بالطناجر في البروكلي والدجاج دجاج كنا شوي راح ندخله على الفرن كلور وين استعملتيه هون استعملت بال يا صبايا ضايل مع 20 دقيقه شفلة حطيت شوي البصل واستخدمت من كمان الثانيه برضو على الدجاج ايش دجاج بالطنجره عندك ريحته من هلا مسخن ها بس تقدر بالك بعدين هيك بتفضي وتحكي حالك
ممتاز. طيب سلطة وإيش كمان حكيتي؟ وشوربة بروكلي. شوربة بروكلي. سلطة. يعطيك العافية. والله يا أستاذ رمضان لو تيجي تشوف. أيوة. يلا. روح. يلا. على الفرن. يا سلام. حلو. يا ساتر. هاي السلطة لا؟ والحمص الجاهز. المسخن خلطته. هاي البصل. الخيار وين وضعه؟ شو وضعه عندك؟ حطيته بسل الدجاج وحطيت شوي نشويات بالدجاج، حطيت هون مرقة بالسلطة، حطيت مع الفريكة. طب انا يعني مناش نغششك بس مش غلط يعني، حطيت زيت على البصل قبل. دلعي شوي، دلعي دلعي عشان دلعي. بس انا تعلمت منك شغلة، انا لما ارجع عندك راح اقول لك شيء. يا سلام. هلا حكيت شغلة انا يعني سمعتها بس مرقتها، هلا فعلا اثبت لي اياها. طب تعال قول لي، برنامج طبخ مش برنامج لا لا عم بحكي بالطبخ يعني. فنان طبخ وفنان طرب وغنى يعني اكيد. طول عمرك. تفضل شيف. تفضل تفضل زين. تفضل. لا سيري صدقا. هلا استاذ رمضان، انت يعني حكيت شغلي قبل شوي لما جيت، لما قلت لك ريحه الفريكه واصله عندي، فانت قلت لي ريحه التدخين مدخن. فانا يعني سمعتها بس قلت مدخنه، فلما روحت هناك فعلا لما يجوا يحمصوا الفريكه عشان يقشروها هيك او يكسروها نص تقسيمه، هاي فمدخن بطريقه فعليا يعني كثير. خذ مني وترجعنيش انا. ست الاء وست رفيدة، دخلتوا الدجاج على الفرن، ضايل معكم 15 دقيقة مع السكب، شدوا لنا حيلكم. يلا رمضان إلى المطبخ. يلا نطمن على مسخناتنا. هلا انا حبيت شفتك من هناك واجيت لك، ايش كنت عم تعملي بالخبز؟ قطعته. اوكي. وبدي احط عليه البصل وادخله شوي على الفرن، بس بدي اسقي شوي من المرقه. بدي اشوف وهون الفريكه عندك؟ الفريكه بس لازم تنشف شوي. تمام. وهي السلطه. وهي السلطه جاهزه. هاي اللي فيها الرمان. الرمان. لا الرمان لا. على وجه السلطه بدي احطه. يعني فرطت شوي رمان. وهي الحمص بالشمندر، عمرك دقته مع الشمندر؟ صراحه لا. هلا الحمص مرات بندخل له كثير شغلات، الشمندر من الاشياء اللي بتلونه بس ما بتاثر على طعمه كثير، بتعطيه هيك نكهه طيبه. اليوم رح ندوقه ان شاء الله بطريقه مختلفه، بس بدي اشوف رفيده شو يا حلوه، طمنينا عنك. هيني بس بجهز الشوربه، ضل شوي السلطه بدها، والدجاج بالفرن، والخبز بالفرن. وهون ايش عندك؟ هي مرقة الدجاج. مرقة الدجاج. خلص سيطرتي على الامور. وحطيتي البصل ودخلتيه. مخلصه رفيده، مخلصه. بس بحب اخبركم وضايل معكم 8 دقائق. صعب تضلك حدي عادي، كون بحبك فوق العادي، واللي قتلني بزيادي انك ما بتعرف شي، ما بتعرف اني مخبيها للكلمة اللي خاصك فيها، شو خايف لما أحكيها تتركها عندي وتمشي، مش عم بقدر إلك هي، وتخبي غرامي ما في، يا بتقتلني تبطل حبك أو حس بهالقلب شوي. برافو. شو شف لافي؟ سلام. أخذك محل تاني شكله. شكلي بدي أترك الطبخ أنا. والله رومانسي شكلك لافي على فكرة. لذيذ. طب سؤال سريع، كنت تابع ست نكهات مواسم السابقة؟ طبعا أنا مع شيف ديما وشيف لافي بصراحة من زمان.
وانت لما حضرت هذا البرنامج يعني قلت لك انا من قبل على فكره برضه مع الشيف العالمي ما بعرفش شو اسمه كان عملت شيء انت كان بوجه التحية للشيف انا تيمور قلت له الحلو فيك طلعتنا من اطار الشيف التقليدي تقليدي فعلا صحيح له ستايله له ستايله لحاله مظبوط ست الاء وست رفيدة باقي معكم اربع دقائق مع السكب ايوه انا عندي نصيحه سريعه وانتم عم تشتغلوا اذا بتحبوا تشيلوا شغلات ما بتحتاجوها من عند الاستيشنات عشان يكون عندكم اسهل في طريقه السكب عم تعمل اشي حلو الاء بسكب الحمص يا سلام انا عجبني اللون مع لون الصحن عشان اسود كثير كثير رفيدة شو وضعها كمان؟ يلا يا رفيدة قولي لنا شو الأخبار عندك؟ هني بسكم رفيدة صراحة لما رحنا أنا والشيف لا منظمة ما بتلعب تكتكة هادية لا التنافس قوي اليوم جدا والريحة قوية برضه صحيح ما عارف شو بتسوي ثلاث دقايق صبايا بحب أخبركم إنه ضايل معكم بس دقيقتين لنهاية المسابقة بما إنك بتحب ملحم زين متحق تسمعنا إشي من أغاني أنا بحبه كمان ملحم؟ من أغاني القديمة المكان مكان عندي علم إنه الهوى قتال سرق طعم الغفايا يا يا من عيون أصحابه الحبيت حتى حبيت حتى دبت ما عاد حالي حال والقلب لما انغرام سهم الجفا صايب ما شاء الله الله يسلم هالصوت لا تكب الورق كله صباح الدقيقة الأخيرة ثلاثين ثانية يلا يا ست الاء وست رفيدة عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاث اثنين واحد يعطيكم العافية بدعتوا برافو خلينا نشوف مين رح تتأهل معنا للمرحلة الثالثة بعد الفاصل ست النكهات أحلى ستات
جفيدة وآلاء يعطيكم ألف عافية. هلأ صار وقت إننا نتذوق الأطباق إحنا ومحمد، وكمان معنا ثلاث ضيوف انضموا لنا بالاستوديو. أهلا وسهلا فيكم، معنا هدى وديما ونسرين. أهلا وسهلا فيكم صبايا، رح ندوق الأطباق ونبدأ بأطباق آلاء. انا بدي اتغدى مش دواء يعني. صحتين وعافيه. الفريكه فظيعه يا ويلي مسكا. ضيوفنا الحلوين، نحب نسمع رايكم بالاطباق لو سمحتوا. اعطونا علامه عن الثلاث اطباق اللي جربتوها. سلم ايديكم. صحتين وعافيه. صحتين وعافيه فنان على قلبكم يا حبايبي. يعني محمد نحب نسمع رايك بالاطباق. احكي رايي هلا؟ يا ريت. مبدئيا يعني الفريكه عالميه هاي، انا مش عارف يعني، السلطه فظيعه جدا مش شوي، و ريتش هيك طعمها غني مش طبيعي. يعني انا ما بعرف، انا بدي اعبر لك بطريقتي، انا مش شيف، فطريقتي اني بدي اقول لك انا بحس احيانا بالطعم بكون في فراغات او في شيء ناقص. انا بالنسبه لي هاي كثير ريتش، تعبي الراس يعني، طيبه كثير. الحمص هذا لذيذ بس انا كذوقي انا يمكن انا ما حبيته كثير، ما بعرف. البصل وال هذا مش عارف اعطي رايي فيه بصراحه لسه. المسخن لسه لا مش عارف يعني، هلا هو طيب طعمه مسخن طيب، بس انا مش عارف يعني، انا بحاول اكون بدي اقارن يعني، بس ادوق هناك عشان اعرف شو احكي. بس يعطيك الف عافيه. يعطيك العافيه حبيبتي. لا تفضل شيف نافع. انا مع محمد بالسلطه، يعني ابداع خرافيه، بس كنت حاب الكاتس تبع الخيار يكون متناسق اكثر مع الرمان والذرة والفريكي. بس طعمها كتير طيب. بالنسبة للحمص الشمندر يعني كان فيه طعم غريب يعني، مش حتى مش أنا يعني ما فيها النكهة القوية اللي ممكن تجذب الواحد. هو بده ليمون شوي زيادة. كويس. فكان وكان عندك ليمون، فكان يعني طعمه طبيعي جدا وما فيها الإشي الواو. شوفي المسخن اللوك تبعه بجنن يعني، بطلع عليه هيك مع الرمان والمكسرات وهيك كتير طيب، بس كنت حاب يكون فيه شوية أكتر سماء حتى يعطيه الحموضة والإسلام ديك. آلاء يا آلاء، أنا رح تستغربي، حبيت الحمص يعني، أنا بحب الأشياء شوي هيك الغريبة يعني، إنه حمص مع أفوكادو، حمص مع شمندر، بحب هاي الأشياء طيب كتير. بس زي ما حكى شيف لافي ناقصه ليمون يعني، ليمون بده تتبيل. تتبيل أكتر. أنا حسيت ناقصه ليمون. السلطة يعني خرافية مش طبيعي يعني، مش طبيعي نكهة الفريكة قدي طالعة طيبة مع هاي السلطة. بس أنا مشكلتي مش بتقطيع بس الخضار، إنه حتى البصل إنه عاملتيه جوانح مثلاً. أنا لأنها هي خشنة شوي لازم تكون السلطة. بس قصدي إنه بتختلف عن إنه مثلاً عامل الباقي مكعبات تقطيع الخضار، فلو كله كان مكعبات حتى البصل أسهل للأكل مع إنه الفريكة صغيرة. بس طعمتها بتشهي. المسخن النكهة عندك صح وموجودة، أنا عندي بس مشكلة إنه شوي الخبز ناشف. كنت بحب الخبز نسيت يعني، حتى هو يتسقسق أكثر بالزيت، أنا مش حتى بالمرق يعني، يكون رطب أكثر. أو إنه أنت دخلتي على الفرن رجعتي صح؟ شوي. فيمكن دخلتي زيادة نشف معي. يمكن نشف زيادة. بس نكهته طيبة. سلم عليك. شكرا. أنا بالنسبة لي الفريكة اللي حبيت فيه البصل الأحمر، بصل الأحمر الفريكي هي الشالوت. يعني ما سمعت بصل أبيض، بصل أحمر بعطي ففي شغلات شلوت صغيرة تنقلك لمرحلة تانية في الطعم. وكونها أنها برضو فيجيتيريان برضو يعني إشي جديد يعني، دخلتينا اليوم على المطبخ، فهذا يعني برفع لك أي قبعة. فكرة الحمص انه بلون تاني قدمتيه برضه، هذا مش شيء سهل،
شيء حلو وبدعت فيه. انا بجوز كان بدي شيء محمص جنبه. اه كنت حابه احط خبز محمص فعلا. فانت دائما لما بدك تلبقي شيء حاولي يعني مثلا مخلل ما حسيت له داعي، مع انك انا فاهم انه انت حابه تعطيها قرنش او تزينيها بس مثلا لو حمصتي خبز مثلثين ما في كلام. المسخن زاكي ما في عليه حكي، انا كان بدي يكون اكثر شوي يعني بزيت. زيت كان شوي. سلم ايديك يا علاء. شكرا. طيب صبايا رح ننتقل لاطباق الفايده وتذوقوها معنا لو سمحتوا. اضحكي شوي اضحكي. ساعة عملتي تلتصحون يعني هذا إنجاز كبير يعني اضحكي انبسطي لازم تنبسطي من الجهد اللي عملتيه. طيب دجاج خلصي بسرعة جاهزة. ضيوفنا الأعزاء إذا سمحتوا تعطونا علماتكم. إيه؟ أنتوا عملتوا لي هيك. طيب ماشي رخمتوني صحتين وعافية سيدي. على قلبك بتفضل. أعطينا أنا حسيت في موال بالأكل ولا؟ شوف يعني رأيي المتواضع أنا مش كتير شاطر، أنا بحكي كمتذوق هلا كزلمة عم ياكل. بتهيأ لي المسخن شكله مسخن أكثر من تبع قلق. أوكي كشكل لأنه عليه سماء أكثر شكله مش عارف يعني جذبني أكثر. أوكي الدجاج أطيب شوي من قلق بس أنا بالنسبة لي طعم المسخن اللي عند قلق كان أطيب. عند أنا أكلت عند قلق كان المسخن تبعها أطيب من رفيدة. السلطة الفلاحية بامتياز طيبة، أنا بحب كثير النعنع مع السلطة والحموضه. والحموض انا بحبها حامضه. هلا انا بحكي رايي برجع بقول لك شوف انت ادى اكيد. الشوربه انا بالنسبه لي ما لها دخل بشوربه البروكلي ما بعرف يعني ما حسيت طيبه مش عارف. يعطيك العافيه. شكرا يا رفيده. يعطيك العافيه رفيده. جوز انا بختلف معك يعني وهذا اذواق زي ما انت اكيد. انا بالنسبه للشوربه كانت ابداع يعني شوربه انا كثير حبيتها. معقوله قد انا غلط كان رايي بالنسبه للسلطه انا حبيتها كبروكلي انا بحب البروكلي بطبيعتي يعني انا البروكلي احطيها بصحن يعني بس كشوربه يعني كانت صراحه موفقه فيها بس كنت حابب اشوف بروكلي شانكس قطع بروكلي فيها. السلطه انا بالنسبه لي حامضه يعني كانت كثير كان بالنسبه لي انا حامضه يعني ما هيك ما قدرت تقبلها بحمضتها يعني. المسخن نفس الشيء يعني انا بدي احكي زي ما حكى محمد يعني في كل قوام المسخن بس ما قدرتي توصلي لي نكهه المسخن يعني ما حسيتها يعني مش موجود. البصل موجود السماء موجود الخبز موجود الدجاج موجود بس ما حسيت انه بنكهه المسخن موجوده فيه. يعطيك العافيه رفيده. في نوع بهار ضيفتي على شوربه البروكلي طيب ايش حاطه معاها غير كنور؟ حطيت من مرقة الدجاج عليها. مرقة الدجاج الفورية بس مو حاطة اشي تاني؟ لا من مرقة الدجاج اللي سلقتها. مرقة دجاج سلق الدجاج طيبة كتير لأنه فيها هيك بهارات ظاهرة فطيبة. سلم إيديكي حبيتها. السلطة طيبة. هلا أوكي سلطة فلاحية سلطة تقليدية أكيد ما بنختلف بهذا الحكي بس كنت بحب يكون طريقة تقديمها شوي أحلى. الخبز عندك أزبط من آلاء بس نفس الشيء رح أحكي عن نكهة البصل كبصل كان بتحمل شوية سماء شوي أكتر ويكون منكهة أكتر بس سوى الجاج كمان عندك ممتاز فيسلم إيديك. يعني إحنا بالنهاية رح تكون اختلاف العلامات كتير إشي بسيط بناء على النقاط رح نحطها على كتير أشياء صارت بالمطبخ فيسلم إيديكم. شكرا. طيب بس ما رح تبتسم ما رح أحكي تبتسمي كمان مرة. بساعة عملت 3 أطباق ومنهم شوربة ومسخن فعلا. إنجاز فعلا إنجاز. إنجاز يعني. طيب انا الشوربه بالنسبه لي قوامها ممتازه كان ممكن يكون فيها زي ما حكى الشيف لافي شويه تشانكس من البروكلي بتطلع جميله. انا بالنسبه لي في ذكاء بساطه فلاحيه يعني مرات الذكاء بيساعد انك تداركي مده الوقت الطبخ فيها فما ما بشوف ما بتكوني يعني
زي ما بيقولوا على السيف سايد. فعملتي سلطة وتكتكتيها وزبطتيها لسبع أشخاص برضو بساعة. الحموضة أنا مع الحموضة، جزء هذا كله اختلاف أذواق يعني. إنه عجبتك؟ لا عجبتني شيف. لا بتقول مع الحموضة يعني. بتسمي شيف ما بتسمي. أوكي. بالنسبة للمسخن الطعم جدا متقارب بيناتكم جدا، الاختلاف الوحيد انك انت غطستي الخبز، هذا برضو اضافه لنكهه يعني. اللبن كان ممكن يا ريت لو حطيتيه مثلا بكاسه صغيره، لانه اللبن عاده باخذ مساحه بيسبح بفرش بالصحن فبيطلع الشكل اجمل. يعطيك العافيه. اللحظه الصعبه، انا بحب احكي لكم انتم التنتين بدعتوا، طلعتوا لمرحله ثانيه وهذا إشي مش سهل، ورجيتونا ايش مهاراتكم واحنا انبسطنا فيكم بادائكم، وبالعكس يعني ورجيتونا انه لما تم اختياركم للمسابقه اثبتوا لنا انه هذا الشيء. بدي اضيف شغله، انه احنا لو بدنا نحكم بس على طبق المسخن كطبق بيكون في اشياء يعني علامات خلينا نحكي واضحه، بس اللي بيساعد في رفع العلامه او تقليل العلامه هو اكيد الاطباق الجانبيه كمان اللي احنا بنعتبرها مكمل طبعاً للطبق الرئيسي، فاحنا ما عم نعتمد بس على الطبق الرئيسي زي ما قلت. ديما بس كمان حابه اعلق شغله بسيطه بجوز كمان هي يعني تكنيك، بس المره الجايه لما تخلصي الفريكه ما تنزليها بسرعه دايركت على الخضره. بدي اياها كنت تبرد بس عشان الوقت، تلاقي المفروض بردت شوي. اكيد تمام متفقين. شف علاماتك لو سمحت عشان نتشاور بالعلامه. يس متفقين. متفقين؟ طيب جوز هاي اختلاف نقطة. ايه؟ مين بحب؟ ايه انت بتحب شيء اختلافي؟ محمد نعم. ولا عندي؟ لا عندك والله. طيب اول شيء يعطيكم العافية، انا يعني هو قرارك صراحة زي ما بحكيها الشيف ديما والشيف تيمور دائما انه قرار كثير صعب، يعني لا تفكروا انه كثير سهل الواحد ياخذ قرار مين راح يضل ومين راح يطلع. بس اللي صار هون في اول شيء تكنيك او ثاني، في كان طعم تقريبا متقارب، في اخطاء شبه متساويه، بس في حدا كان يعني كان في عنده تكنيك وابداع بالفليفر وبالتكنيك اقوى من الثاني. راح تتاهل معنا للمرحله الثالثه لست النكهات 2019، راح تكون هلا هلا. مبروك لك، مبروك رفيده حبيبتي، سامحينا. شكرا كثير محمد انك كنت ضيف، شكرا لكم، لذيذ كثير معنا. شكرا لضيوفنا الحلوين بالاستوديو، يعطيكم الف عافيه. شكرا يعطيكم العافيه. كنت مبسوطه بالشيء اللي قدمته، واكيد يعني اخذت كل ملاحظاتهم بعين الاعتبار. صراحه كنت متوتره اكثر من المره اللي فاتت، ان شاء الله يعني شيء يكون حلو هيك في ابتكار. قربنا على المرحلة الثالثة، والمرحلة الثالثة بلشت تصعب شوي. عشان تعرفوا مين عم بتأهل معنا بست النكهات 2019، ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.